بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شعب الإمارات بنجاح مسيرته البرلمانية. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية، ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ونؤكد دائما بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يدا واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.